طبعا مبسوط انا اليوم بوجود الشباب الطيب عندي، عم نعمل عمل صغير. طبعا العمل باللغة السريانية من كلمات والحان اخونا وليد داوود، ومن تصوير واخراج الاخ الصديق مراد بيتو. وشكر خاص لعازف الكيبورد الاخ الصديق مازن المختار، والعازف الساكسفون طارق داوود، وعازف الكونغا ابراهيم خامو. اليوم التقينا باستوديو لؤي حنا بألمانيا غوترسلو، تواجدنا مع الشباب الطيبين الموسيقية بعمل جديد، وإن شاء الله قريبا رح تسمعوا الغنية. طبعا كل الشكر لفريق العمل، يعطيك العافية، وإن شاء الله الأغنية عجابك. كان يوم كتير سعيد لأنه بعد زمان طويل تقينا. فيست روحة طلت رأي منك صوانو بحزيتي دخ زوي دمري